إدراج صور الوثائق بعد إدخال بيانات الوثيقة باستمارة التكشيف في برنامج اليونيقاد وهي مشابهة لاستمارة الورقية بحقولها. إدراج الصورة الوثيقة مع تلك الاستمارة حيث يمكن للبرنامج عرض بيانات الوثيقة وصورتها في نفس الوقت. يتم إدراج صورة الوثيقة اللي تم مسحها بالسكانر مع البيانات اللي تم إدخالها مع بعض، ويمكن مستقبل إن شاء الله بعد انتهاء المشروع الباحث، وأنا عندي قناعة بأن الوثيقة إذا لم يطلع الباحث على الشكل الأصلي، شكل الوثيقة بما يتوافق مع شكلها الأصلي، أعتقد فيه خلل في المعلومة اللي تصل للباحث. وحرصنا أن تكون المعلومة معلومة تحتويها الوثيقة مع شكلها في قاعدة البيانات تترافق مع بعض. وهذا الشكل النهائي للبرنامج المعتمد للحفظ واسترجاع الوثائق. هذا الاستخدام الباحث حيطلع له البيانات مستخلص على الوثيقة، والوثيقة صورة منها في الجانب الأيسر. المراجعة النهائية، عاشر المراجعة النهائية. المراجعة النهائية هي الاعتماد نشرها للمستفيدين، وتأتي تلك الخطوة النهائية لتأكد من صحة البيانات وصورة الوثيقة المدرجة وأي ملاحظات على الوثيقة واعتماد إخراجها. المراجعة النهائية وصلنا الآن، بدينا من شهر في المراجعة النهائية، وهي تعتبر المرحلة الأخيرة في المشروع. الحادي عشر، الصيانة والمراقبة وتقديم الخدمات البحثية. الصيانة والمراقبة وتقديم الخدمات، وذلك بوجود عناصر بشرية مواكبة المشروع منذ بدايته ووجهه الورقي والإلكتروني، الاستمرار في الإشراف على الوثائق من حيث صيانتها ومراقبة تخزينها وتسهيل الأمر على الباحثين والمهتمين للحصول على الوثائق. وهذه المرحلة تعتبر هي مرحلة المركز الوثائق عند إنشائه، وهذه جزء كبير، وهذا من تعتبر المهام الأساسية لمهام المركز. هذه إحصائية شاملة عن الوثائق، زي ما تطرقت في البداية بأن وثائقنا تعتبر وثائق مقارنة ببعض الأجهزة وثائق قليلة. مجموع الوثائق 96522 وثيقة، مجموع ما تم تكشيفه 40275، مجموع ما تم إدراجه 21257 إدراج اللي هو ربط الوثيقة مع بيانات الوثيقة، مجموع ما تم مراجعته 1000 وثيقة، وهذه زي ما قلت يعني بدينا من شهر. إحصائية نوعية، الوثائق العربية 79492، الوثائق التي باللغة الإنجليزية 12540، الوثائق باللغة الفرنسية 3749، لغات أخرى اللي هي إسبانية تركية ألمانية 751 وثيقة. ثانيا، التحليل الوصفي لمجموعات الوثائق التي تمتلكها المكتبة. من أهمية الوثائق التي تقتنيها المكتبة تنبع أهمية مشروع الوثائق وأهمية دورتنا هذه، إذ إن مجموعات الوثائق كما سنبين تظهر أهمية من أهمية مالكيها الأصليين سواء كأشخاص أو كدور أنيط بهم، أو من أهمية شكل الوثائق، أو من أهمية المواضيع أو الوقائع المدرجة في هذه الوثائق. وتحل وصل لمجموعة الوثائق من خلال أهمية الوثائق من حيث مالكها الأصليين، أهمية الوثائق من حيث الشكل، أهمية الوثائق من حيث المضمون. أهمية الوثائق من حيث مالكيها الأصليين. واحد، مجموعة جورج رينز، وهو رئيس مركز الأبحاث والترجمة لدى شركة أرامكو سابقة، ومن كبار المهتمين بالأنشطة البحثية والعلمية، وله اهتمام خاص ومميز بكل شؤون الجزيرة العربية وخاصة الموسوعة الإسلامية، وكتب عن حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحركة الإسلامية. اثنين، مجموعة وثائق عبد الرحمن عزام، كان عضوا في أول برلمان مصري عام 1924، وفي عام 1936 عين وزيرا مفوضا لمصر في العراق وإيران والسعودية، وفي 22 مارس 1945 تولى منصب أول أمين عام لجامعة الدول العربية، وتابع نشاطه السياسي كمستشار سياسي للمملكة العربية السعودية.
ثالثا مجموعة وثائق حمزة أبو بكر، كان له دور كبير في الإذاعة والجزائرية خلال الحرب العالمية الثانية وفي الحياة السياسية السياسية الفرنسية وفي المجلس النيابي والمجلس الاستشاري والمجالس الاستشارية الفرنسية، وظل أكثر من 20 عاما إماما لمسجد باريس وعميدا للمعهد الإسلامي فيه. مجموعة صور الوثائق البريطانية، وأعتقد أغلب الأخوان المتخصصين في التاريخ يعرفون الأرشيف البريطاني، وهذه مجموعة تم نشرها موجودة على 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 مجلدات وكتب، رأت المكتبة أن تقوم بتكشيفها وإتاحتها للباحثين مستقبلا إن شاء الله. تشكل أحد أهم المصادر التاريخية للجزيرة العربية لما تحتويه من مادة تاريخية قيمة، وقد قام بإصدار هذه الوثائق مركز الدراسات والوثائق التاريخية في لندن الذي أنشأه نجد فتحي صفا، والذي بحث عنها ثم جمعها في مجلدات وأصدر سلسلة من المجلدات تحتوي على عنوان الجزيرة العربية في وثائق البريطانية. المكتبة شرتها وبدأنا في تصنيفها، وهي عبارة عن صور من الوثائق البريطانية التي فسحت. مجموعة من وثائق خير الدين الزركلي، كان له أدوار ثقافية وسياسية وتعليمية وصحفية في بيروت ودمشق قبل استقراره في مكة 1921. يمكن القراءة، لأن أنا جبت نظارة البعد ما جبت نظارة القراءة، وتسامحوني على موضوع البعض. ودمشق قبل استقراره في مكة 1921، ثم أصبح مستشارا للمفوضية العربية السعودية بمصر عام 1934، وكان أحد المندوبين السعوديين في المداولات التمهيدية لإنشاء جامعة الدول العربية، ثم مثل السعودية في عدة مؤتمرات دولية، ثم عين وزيرا مفوضا ومندوبا دائما للحكم السعودية لدى جامعة الدول العربية عام 1951، ثم عين سفيرا للمملكة في المغرب عام 1957.